العواشر هذه اختي مزال في راسنا انت اختي بزاف ديال طلي وجهك اختي وطلي حتى عنقك الله يخليك اختي 20 ساعه هانتي حتى هو هذا اللي كندير في الدار هانتي عكري لي اختي ديك الفيام المهم حبيبي لا ما تزيديش ليه الزيت ديري ليا هكاك المهم حبيبي انا كنصبغ بكارني ها هما اللعيبات دياولها كديرهم في الطبيصين ها هو ولدك كتخلطو الطبيصين كتعوق معاها هادي ملي كتبغي تدخلي كلشي كديري هاد اللعيبه هادي عرف شي واعره زوينه انا هانتوما هانتوما معنا اليوم راه الوالده غتصبغ ليا السلام عليكم يا متبعين ساميه كدايرين لاباس 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 المهم انا كنصبغ ليهم بنيتي وكنشوف الصالون سيدي سوالف اختي الشاب شويه عليا قلت لي اختي هادشي زين شويه واك حاجه ماما راه غادي نتنزلق زيدي عندي بسم الله يا اختي غادي نصبغ اختي هاد العواشر هادي اختي تهلا في راسنا انت اختي بزاف ديال الناس سولوني شنو كتصبغي قولي لنا عافاك اسامي عافاك اسامي في انستغرام في اليوتيوب كنصبغ بكارني البنات واعره وكترطب الشعر وكتخلي الزغبار طبع واعره انا خديت اللون الاكحل اللي فيه الزرقاء البنات ها سمعتوا البنات الوالده اللي كتصبغ لينا انا ما كيصبغ لي حتى واحد من غير الوالده شي نهار البنات تكون العاقه ان شاء الله يا ربي نمشي اختي لشي صالون نخسر على اختي على راسي الزبابل ديال الفلوس غتشوفوني هكا فوقه قرطاسه اختي مزيان ونتبوبسو اختي الدنيا دايزه تا ولا ماكا ولا ايما سوبيرك سوبيرك لا راه ما كنخرجش انتي صبغيها صبغي وسكتي ما مزلقش وجهك نادي اختي شتي على صالون جيت لي اختي دير الله يحسن العوان هادي قال لها دير الحسن العوان صانو ما سمعناش بحال هكا كتحسن العوان هانت اختي عليك كتصبغ لي امينة مالكي امينة كيف ضربت مرحبا قبل هي معناها ضرب احمر اللي ديال العشية فيها ريحة زوينة فيها ريحة زوينة عرفتي هو على كترطب الشعر خليت انا الاسود اللي فيه الازرق الله يتا واعره وحق الله اسود وفاش كت زعما كحل وفاش كتمشي للشمس كيولي بحال الزرق قولي انا سهله قولي ايماج انا سهله لا 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 اختي ايوا غادي اليوم ان شاء الله ديك الطحوه حطيها طاح نفس الدرجه كاع اجي شوف شوف عندك مزيان عندك كيتير ايوا سي ماما كنت الله فرنسا ها يا ماما كتريشيني خصنا شطا وخاطر يمشي ها مشطا جبناها لك هاكي كنا قبيله شتي شتي ماما كش كدير شتي كيشوف فيا وسيم دور دور انا ما كيشوفش ليا وسيم تا هو زرقاء انا هي اللي كندير هاد ما كنديروش ديما مره مره من العام للعام شاوي كريشينا يا ماما انت زوين ما كتبكيش سير جيب الرضاعه ديالك سير سير شكاع منين بيتي ما دخلت عليك بالله ما بغيتيش ماما كتزيان دابا قول لي بيني وبينك واش عجب باباك راجل دار الجنحين وطار عرفتي راسي يا صافي يا ناري 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 تي مو عينك واعرين كيبانو في الكاميرا والله راه زينه زوينه انت صافي راسك كتباني كي شي سكر راسه والله كتباني كي شي متحول جنسي شوف اختي شوف اختي الثقه في النفس جمال جمال القلب جمال العقل جمال الروح ياك راه يبدا شي خرا حاسه اللي وجهك تقربي لي ولا صاحبتي انت فرح بيني شخصي جمالي بزاف حنا كي كتباني كي الدري تنبه بحال شي عبد القادر بزاف عليك عبد القادر انايا بابا قالك بابا تلفت لي بابا كذا ها فين هذاك بابا
ياك ماما وامي. دابا خوتي المهم تابعونا، ها هي سالات الصباغه ديالنا. غادي نخليوها واحد نص ساعه فقط، وغادي نغسلو ان شاء الله، غندوبشو وغادي نوريكم اللوك الجديد ديالي ان شاء الله. وها نتوما معانا كاينه الروينه كزينه، هذيك الناس قطعوا لينا الماء قطعونا الناس الماء كيصايبوا الزنقه. وصافا خوتي ها نتوما عيبوش في اللقاء بان لكم دابا ها نتوما مزيان. هاكا غنضحك ونفوج على راسي والله. شكون لقات الهلام؟ لقات الهلام مالها شابة حقا صغيرة. أحسن بالدنيا ربي خصنا نضعف. يا واعرة واعرة سامية، شو مسكينة واعرة واعرة. قولي لهم عافاك والله تا واعرة سامية. خاصك تقولي خاصك تشوفها مباشرة. زينة تركي واعرة لباين تركي والله تا واعرة. اه تركي قالت لك اختي بزينة مزالة مزالة. انا دابا غنتسيف عليك، انا ما عرفتش مزالة والقلب الكبير ياك يقولي صح. لا حلية الفين عندنا. ورينا ورينا، انا وريتكم دابا. المهم ما عليناش، كملوا الفيديو موح عليكم. انا خوتي رجعت لكم بعد ما دوشت انتوما شعري صراحة واو قسما بالله ترطبات وليا. كنصحكم بهاد الصباغة هادي زوينة على البنات. المهم بعدا بغينا ان شاء الله ورا فراسنا شوية فهاد العواشر هادي، ومازال غنغدا ان شاء الله غادي نشارك معاكم الدجاج داكشي اللي خديت ورق الدجاج. المهم غدا ان شاء الله غنشارك معاكم كلشي. المهم احبابي دابا غادي نتهلاو وجهنا فينا هو دارون مسوس يا اختي. دارون فينا هو مسوس، دارون طبيعي بدون سكر ها هو. المهم اختي خديت هنايا بلاتي اختي نوريك اختي واحد الوصفه عرفتي خطيره، كنصحك هاتها هذه ديريها لوجهك واعره واعره البنات. لينا لينا اختي قولها لينا ولا ما نعرف لينا لينا ولا ما تنعرف ما لساني قرواب. هذه لينا البنات عرفتي واعره، هذه راه كتمسح ما كتبقاش واخا هذاك راه ماشي دوريجين، هذه كيجيبوها الناس ديال الصحراوه. شوفي حبيبتي كناخذوا شويه هانتي تا كتخد تا كدوشي وهادي كيخرج وجهك كيشعل عاد كديري هاد. كندير اختي واحد شويه صافي بركه. كنشد اختي دارون مسوس ها هو، كناخذ اختي واحد شويه تا هو شتي ها كتخلطي شكون واحد دقيقه عافاكم. زيد اختي جلسي زيدي زيدي اختي، جات عندي جارتي الحبيبه مورس الدار. هانت اختي شوفي هانت حيت مسكينه الدار تقول الله يشافيها. هانت اختي لينا مع دارون مسوس اختي، جمعوا هاد الشعر الله يخليك تبارك الله عليك ياكي وبصفاتك معتبرين. لا صراحه وجهك داير واعر صراحه، الواقي حسن من الكاميرا كلشي تيقولها ليا ما شاء الله عليك كلشي تيقولها ليا. شوف اختي شدي غادي تطلي، بلاتي نحرك اختي هادشي بصبعي مزيان، شدي اختي تطلي بحالك نخلي لك شويه. شتي انا يسكي ليا البنج اه تورينا الدرس هانت اختي ما كنتش ندير، ولكن انا عارفه والنيه شنو يوقع من هنا شويه اختي. الله يجعل ربي يشافيك. المهم اختي هانت عرفتي تقسمات عليا انا مبغاتش تحيد الدرس هاديك الطونشي شتي بقات غير كدير. يا اختي ناري الله يشافيك حبي. شحال وهي شحال وهي كتسمع داكشي كيدير غير جوج جوج راه كتخشي عليا في راسي اختي الله يشافيك. صعيبة بالدرس شوف مامي ويلي ويلي شوف اختي طلي شوفي مفهوم ولا لا تنيتي منا يا اختي. قالت لي راه ضرك خصني نمشي خصني نجيب الدواء. الله يشافيك شوفي ما بقاش الطاكسي شنو ديري. الله يشافيك تبارك الله عليك شختي طلي وجهك اختي وطلي حتى لعنقك الله يخليك اختي. نوض اختي تهلاي في راسك تهلاي في وجهك باش تولي هكا كي البلاره هكا وجهك كيقشقش ياك اختي كا ولا ماكا تا. المهم اختي انت طلي من الجناب طلي كلشي اختي ها ها وصفه راه وصفه فاش كنجيبو لكم واعرين البنات ديروهم في الكومونتات تبقاو تشكروني. يلا على ما نغسل وجهي وغنمكي وغادي نصوب في الشعر نعم لا ونجي نوريكم وريهم النتيجه بلا مكياج ها
مس دابا عرفتي وجهك نقي ياك الوصفات ساميه والله الا معتمده. شوف لا ما عنديش فندق حتى ولا شي حاجه ما عنديش لا غادي ندير شويه المهم انتوا معانا وغتشوف. يلا خواتي الروينه هذيك 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 كوزينه حبيبتي اختي خوتي خواتاتي ها نتوما شوفوا صراحه برافو صراحه صباغه خطيره واللون ديالها حتى هو واعر بزاف وكتخلي الشعر رطب. ولكن انا راه ضربته بالبروسه المشطه اللي كنت وريتكم صراحه البنات واعره بزاف والله. غادي نوريكم اختي الماكياج اللي كندير في الدار فقط في الدار صافي ها انت اختي كنشد فغاجو كنطلي اختي الحنيكاتي بحال هكا هكا اختي طلعي شدي فغاجو حمري دوك الحنيكات باش تولي اختي منوره هكا 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 كتقشقشي ها انت بحال هكا شنو اختي كنشد اختي عكار ديال 24 ساعه ها انت حتى هو هادي اللي كندير في الدار ها انت عكري لي اختي ديك الفيام ها انت خصو كنشد هذا كنفتحو بهذا حيت انا كيعجبني هذا اللون ها انت اشوي كندير داكشي انا خفيف وزوين البنات هذا الريسيل خطير غزال انا بعدا حمقني بزاف هذا الريسيل كنصحك اختي ديري هذا الريسيل هذا انا ما عنطرا سي الحجباني لا والو كاج اختي ها في الدار صافي تهلاي في راسك مره مره سبحان الله العظيم اللي كنشوفوا راسنا بحال هكا كنوليو منورين ملي كنتهلاو في راسنا النفس ديالنا كترتاح النفس ملي كنكونوا مديرين ديك الدره والشقا والحاله ما كنحملوش راسنا كاع علاش اختي ما شاء الله شختي في راسي ما انا اختي شنو عندك قرب اختي الكاميرا وندير اختي الريسيل ديالي انا غنديرها شويه ما نطلعش بزاف البنات والله البنات صح خاصني المرايا لا خاصني مرايا باش نطلع فينك المرايا فينك لا اختي غنجيب مرايا سينيني اختي واحد دقيقه وانا جايه لعندك اختي يا اختي ما تعكزيش وديري هاد الوصفه يا اختي وتهلاي في راسك اختي ما تعكزيش وضيف الصباح شقايدر تقيع في الدار طيبي غداك اجي اختي تقابلي مع المرايا ندير اختي الوصفات باش وجهك يولي هكا كيقشقش والله والله البنات ما نكذب عليكم انا وجهي صراحه زوين بالله راه وجهي ما نكذبش عليكم صافي كي المرايا انا ماشي كنفوح عليكم ولكن كما كباش باش اختي تنوض اختي وديري هاد الوصفه اللي كنعطيك شوف اختي هاد الريسيل عرفتي واعر كيطلع خطير البنات واعر واعر شفتو ب 40 درهم انا نوريكم كيف كيطلع شي كيطلع ولا ما كيطلعش كيطلع الريسيل كيطلع واعر 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 حمقني والله خصني نطلعو بعدا مزيان شوف اختي شتي بارك عليا اختي هذا هو المكياج الخفيف زويون صافي شوفوا شعري يا البنات هانتوما شفتوا شفتوا البنات اللون لون واعر اللون هانت شي لون واعر ايوا دابا اختي اش غادي ندير منين اختي تهلات في راسي واحد شويه غادي نوض غادي نعمر اختي واحد الدكاداتاي واحد الدكاداتاي مشحره بالنعناع وغادي ناكل اختي السفوف شنو بان لكم ها دابا نيت يلا معايا نعمرو عادي المهم جيت كتبوا لي في كومونتير كي جيت صافي يلا ما تنساوناش بلاي لايك والبارطاج اخوتي والبارطاج نعم لا لا والله الا قلبي زوين وحق الله يلا انتم معنا حبيبتي كنت كنعمر واحد الطبيصيل ديال السفوف اختي تاع انا اختي ناكل شويه ديال السفوف ها انت اختي كنعمر اختي بالكدات تاعي عمرت اختي مسحار سمعي 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 الله نشقلبو ها نشقلبو ها هو انت اختي انتي 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 نشقلبو عاوتاني انت لا اختي انت اختي ما شهيتكم اختي في هاد السفوف مع الويزات وانت اختي الله يعطيك الصحة امي عزيزة دايزه الكلام اختي الله ما نعاودش معاك عاوتاني في خاطركم هادي هي الاولى
الله ما شهيش كوم اختي ما تنسيت بنين ماما خوك كنتمنى بان نكون خفيفه على قلوبكم. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وشكرا لكم بزاف على الثقه ديالكم ليا وان شاء الله نتلاقاو دائما كل نهار ان شاء الله فيديو وبسلام عليكم ولي لايك خاصني غنخرج انا والوالد نتقدو ولي لايك اخوتي غدا غنشارك معكم ان شاء الله الفيديو اللي تقديت فيه واو عاوتاني هانتوما تشوفوا غدا عاوتاني الروينه في الكوزينه هذيك 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 يلا السلام عليكم موح عليكم يلا بارطاجوا لي لايك وراكم تما هنا باي باي.